المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيلي لومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يعلن تطويب البابا يوحنا بولس الأول. ولي العهد الأمير الحسين، الهجمات الإلكترونية في العالم آخذة بالتزايد. لربط الكنيسة بالوطن، البطريركية الأرثوذكسية تفتتح مدرسة جديدة في الكرك. أرمامين بلدة وديعة، تمتزج بعبق التاريخ وسحر الطبيعة. قبول 46 ألف طالب وطالبة في الجامعات الأردنية الرسمية. وفيها أيضاً برنامج صباحكم نور وحلقة تكميلية لموضوع الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر. أهلاً بكم. خلال احتفال أقيم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وبمشاركة آلاف المؤمنين والمؤمنات القادمين من مختلف بلدان العالم، أعلن قداسة البابا فرانسيس البابا يوحنا بولس الأول طوباوياً، مستذكراً في قداس إلهي بهذه المناسبة كيف كانت ابتسامته تعبر عن صلاح الرب بتشجيع الناس أن يتعلموا كيف يحبوا من غير حدود. وأشار البابا فرانسيس في عظة القداس الذي حضره سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن وعدد من مطارنة الشرق الأوسط إلى الحشود الكبيرة التي كانت تتبع يسوع الذي أعطاهم رسالة مليئة بالتحديات، فأن تصبح تلميذاً له يعني تنحية الارتباطات الدنيوية جانباً وأن تحمل الصليب في حياتك، إذ أن الحب يكون بالتضحية والصمت والوحدة كما يطلب منا يسوع القائل: عش الإنجيل وستعيش الحياة كاملة بدون مساومات. وفي الختام شجع البابا فرانسيس المؤمنين أن يطلبوا بشفاعة البابا يوحنا بولس الأول أن ننال من الرب ابتسامة الروح. أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية تطوير منظومة الأمن السبراني لتعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة. وأشار سموه خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية بعمان إلى أن الهجمات الإلكترونية في العالم ومنه الأردن آخذة بالتزايد، مشدداً على أهمية دور المركز الوطني للأمن السبراني في حماية القطاعات الحيوية. وأكد الأمير الحسين أن تعزيز الأمن السبراني يساهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية والتعاون مع شركاء الأردن في هذا المجال. بحضور وزيرة الثقافة السيدة هفاء النجار وعدد من الآباء الكهنة ووجهاء ومسؤولي محافظة الكرك وجمع كبير من المواطنين، افتتح سيادة المطران خريستوفر رسعت الله مطران الأردن للروم الأرثوذكس روضة ومدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في الكرك. وفي كلمته رحب سيادته بالحضور وقال: اليوم يتحقق حلم لأهل المحافظة بإقامة مدرسة نموذجية تتجسد فيها الفضيلة إلى جانب التعلم والعلم والعمل لبناء فريق تربوي يترجم رؤية البطريركية لنهضة مدارسها، معلنا سيادته عن خصم بمقدار 50% للطلبة المسجلين في المدرسة الجديدة لهذا العام، وذلك تعاوناً من الكنيسة مع المجتمع المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية تنشئة أجيال قادرة على ثقافة التغيير الإيجابي وقبول الآخر. على صعيد آخر، وخلال اجتماعه بممثلي الحملة الدولية للدفاع عن القدس، أعرب المطران خريستوفوروس عن ثنائه للجهود الرامية لتثبيت هوية القدس الإسلامية والمسيحية والحفاظ على عروبتها في مواجهة ممارسات سلطة الاحتلال في المدينة المقدسة، خاصة ما يتعلق بالمناهج التعليمية. وخلال اللقاء ناقش المجتمعون الأزمة التي تمر بها مدرسة مار متر الثانوية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. وفي ختام الجلسة وعد المطران خريستوفوروس بإثارة الموضوع في أول اجتماع يضم كافة الكنائس المسيحية في الأردن وفلسطين. اختتمت في ألمانيا اجتماعات الجمعية العامة لمجلس الكنائس العالمي التي أقيمت هذا العام تحت شعار محبة المسيح تدفع العالم إلى المصالحة والوحدة بحضور العائلة المسكونية العالمية بما فيها الشرق أوسطية. وأكد المجتمعون على أن محبة المسيح تحملنا بقوة الروح القدس إلى عالم أكثر حياة وأمانا، وهي محبة تتجسد في قلب هذا العالم لتنتصر على الأهواء والخطيئة وكل المصاعب.
وركزت الاجتماعات التي شارك بها مئات المؤمنين على عدة قضايا رئيسية تتعلق بالسكان الأصليين في العالم، إلى جانب مسائل وقضايا أخرى مسيحية، مسكونية وإنسانية. أقر مجلس التعليم العالي الأعداد التي سيتم قبولها في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم، موزعة على 350 تخصصاً، وقد بلغ عدد الطلاب المقبولين 40,563 طالباً وطالبة، يضاف لهم العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء العشائر وحملة الشهادات الثانوية الأجنبية وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ليبلغ عدد الطلبة الإجمالي المتوقع قبولهم في الجامعات الحكومية حوالي 46,000 طالب وطالبة. إلى الشمال الشرقي من مدينة السلط تقع بلدة رميمين المشهورة بالينابيع والشلالات، حيث جمالها الساحر يأسر الناظرين وهدوءها يعد ملاذاً للباحثين عن سحر الطبيعة الممزوج بعبق التراث، ويقصد هذه البلدة الزوار والسياح القادمين من كل مكان. نورسات زارت رميمين وأعدت التقرير التالي. على بعد 15 كيلومترا من مدينة السلط تقع قرية رميمين التي تزينها الخضرة الدائمة والبساتين الخلابة، يضفيها صوت مياهها العذبة من شلالاتها وينابيعها الدائمة الجريان. وقد اختلفت الروايات في سبب تسمية رميمين بهذا الاسم، إلا أن البعض يؤكد أنها آرامية ومعناها عائد إلى أشجار الرمان التي تشتهر بها بساتينها المثمرة ذات المذاق الجميل. نورسات زارت البلدة والتقت بكاهن رعية اللاتين الأب فرح حجازين، الذي قدم شرحاً وافياً عن طبيعة المنطقة وكنائسها وأحوال السكان فيها، وقال: رميمين تعتبر من أجمل قرى المنطقة بجمال عرضها، بجمال بساتينها وينابيع المي اللي فيها، وبالأخص بجمال أهلها الطيبين، وإن كان عددهم قليل للأسف بسبب الهجرة لخارج البلد سواء كان لأمريكا الشمالية أو الجنوبية، ولكن أهل بلدهم لهم مكانتهم ولهم وزنهم في البلد، فلأنه علاقتهم مع إخواننا المسلمين هي علاقة جيدة وطيبة جدا، بيشاركوا بعض بطريقة متبادلة في كل أفراحهم وأحزانهم، ودائما في علاقة طيبة بين الطرفين. رعية رميمين سواء كان لاتين أو روم بتعد حوالي 70-80 شخص، والكنيسة طبعا هي تأسست، أول كنيسة تأسست للاتين سنة 1877، وكان أول خوري مقيم فيها أبونا نابون، وبعدها تأسست كنيسة الروم أرثوذكس اللي بتحمل اسم رقاد العذراء، ورميمين هي لا تزال قرية حية بالرغم من قلة عدد سكانها، وفيها كل الاحتفالات الضرورية في الكنيسة بمشاركة الجميع. ويؤكد المواطنون في رميمين أن بلدتهم كانت مزدهرة في القرن السابق، كما كانت مركزا تجاريا يلتقي فيها التجار القادمون من كل مكان. رميمين أظن قرية قديمة، وعم سمعت أنه أصلها كلمة أرامية معناها القرية الكثيرة ينابيع، وكانت حلوة ينابيعها كثير، بس هسه مع الوقت مع المناخ خفت الهاية، كان بس ثينا حلوة كان يأموها من جميع المناطق، شمت الهواء، أكل الخضرة، الزراعة، تجارة كانت برضو قبل وجود مخيم البقعة كانت مركز تجاري كبير، من جميع القرى اللي حواليها كانوا يجوا، كان في تجار كبار يودوا لعمان، كان وهب تماري يجي ياخذ قمحه من الرميمين ويطلع تركات على عمان. كما أشار حصو إلى أن الرميمين كانت مأهولة بأبنائها المسيحيين، إلا أن معظمهم هاجروا على دفعات منذ عام 1920، وهو يتمنى على أهلها المهاجرين وأبنائهم العودة إلى بلدتهم أو زيارتها بين وقت وآخر. صار عندنا في مرض مزمن غير ما له علاج للهجرة،
ولسوء الحظ انه معظم اللي بهاجروا بالعالم كله برجعوا لأراضيهم ولا قراهم، الا بعض من اهل الرميمين هاجروا وما رجعوش. الهجرة بلشت في تقريبا من 1920، هاجروا بعض الساعة صاروا الله رحماتهم كلهم شباب على أمريكا الجنوبية، بعديها بكذا سنة بالخمسين بلشوا على أمريكا الشمالية. معظم أهل الرميمين هاجرت، ما ظل منها إلا الأعداد القليلة. الأملاك بعدها موجودة أو معظمها. تواصل أهل الرميمين بقريتهم مش بطالة. في برميمين كنيستين، واحد للروم واحد للاتين. كنيسة اللاتين أظن تأسست 1885-87، قبل كذا سنة عملنا أهل اليوبيل الذهبي أو المئوي، وعدنا ترميمها لأنه كانت واقعة، نزلناها على الأرض وعادوا بنائها من نفس الحجارة، والحمد لله الأمور كويسة. ولكن في شغلة الهجرة أنه الأهل البلد الساعة جدا جدا قلال، في بعض العائلات بس المسيحية هنا. وحيث أنها تتميز بجمال طبيعتها وفواكهها المتنوعة وينابيعها العذبة وشلالاتها الشهيرة، فقد كانت تحتوي الرميمين على طواحين للقمح ومعاصر حجرية للزيتون وخيرات كثيرة يستفيد منها الزوار والمارة. بلدية الرميمين بلد قديمة بعد السلط، هي الوحيدة بالقرى، كان بيها 6 طواحين على السيل، 6 طواحين. كانت السلط محيط بني حسن خرابشة، كنيسة اللاتين عمارة سالم الوهبان قبل حوالي 120 سنة أو 130 سنة، شايف؟ بعدين سووا كنيسة الروم، كنيسة الروم الثانية سووها، عملوها للشباب للبلد مع المحيط كان يصلي بيها. 6000 نسمة ظلوا بهالبلد كلهم رحلوا أمريكا. قرية الرميمين مشهورة بالزراعة بشكل عام، وفيها عدة أنواع فواكه، منها الرمان أكثر إشي تقريبا، وفي تين وفي حمضيات بشكل عام، ومشهورة كمان بالزيتون. واللي بيساعد إنه الزراعة تكون نشطة وكويسة بهذا المكان بهاي القرية إنه متوفر فيها ينابيع مياه وفيها الشلالات الرميمين، هالإشي اللي بيساعد أكثر إنه يكون الإنتاج الزراعي فيها جيد نوعا ما. وأكثر ما تتميز به بلدة الرميمين علاقة الألفة والمودة والتآخي بين سكانها من مسلمين ومسيحيين، حيث كان أهلها وحتى اليوم يعيشون أسرة واحدة، يتبادلون الزيارات ويتشاركون سوية في المناسبات. صدق إن اتجوزت بنت عندهم نروح على سهرتهم نحضر سهرتهم، إن اتجوزت بنت عندنا بيحضروا كل ما من النسوة والبنات والأولاد بيحضروا، وزلام يحضروا الحفل السهرة. صار عرس عندهم فاردة نمشي معاهم ومبتهم على السهرة على القاعات على الحفلات نمشي معاهم، نفس الشهومة بيمشوا معانا. تصدق ما في فرق تفرق بيننا وبين قول مسلم ومسيحي إلا إخوان أهل صداقة ومحبة. يعني تجوز البنات بجرعد، جرعد هذيك إنه رحنا سرنا عندهن عند العروس، الكبار باتن وإحنا صغار روحنا. ردت أختي اللي تجوزت، أحكي عن نفسي، تجوزت برميمين عندنا هون، أجل فزع اللبسات عبي وفزع الكبار باتن عندنا والصغار روحنا على جرعد. أم جوزة صبيحي علان وين ما جاء كنا أخوان وكنا أهل وكنا أصحاب. صدقين امبارح اجتمعنا عندي هون صبايا بنات البلد هون، يعني من دون ما أخذ، إحنا بقول بلاش أقول بنات مسيحيات، أخوان، إن اجتمعنا مع بعضنا أحسن قاعدة وأحسن. في تقليد سابق ومستمر انطلقت من بيت لحم مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من المؤمنين باتجاه كنيسة العذراء مريم في المدينة المقدسة، طالبين الرجاء والشفاعة من أمنا البتول. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي.
إنها الساعة الثالثة فجراً. آلاف المؤمنين توجهوا من مدينة مهد المسيح سيراً على الأقدام نحو كنيسة العذراء مريم في قلب المدينة المقدسة القدس. تخللها تراتيل وصلوات وطلبات وتلاوة المسبحة الوردية طيلة المسير. ما يقارب الأربع ساعات استمرت هذه المسيرة الإيمانية المقدسة، وبعد المرور من الحواجز الإسرائيلية للوصول لأرض الاحتفال بعيد انتقال والدة الإله بالنفس والجسد إلى السماء. هذه الكنيسة التي تمتاز بشكلها المجوف داخل الصخر والتي تحمل اسم كنيسة الانتقال، كنيسة مريم العذراء في وادي قدرون عند أسفل السفح الغربي لجبل الزيتون، والتي امتلأت بآلاف المؤمنين الذين أتوا من مختلف المدن للصلاة والمشاركة في المسيرة. هي تقاليد شعبية ونذور مختلفة تقام سنوياً، حيث أضيئت أدراج الكنيسة بالشموع وطقوس خاصة لها معان كثيرة مليئة بالإيمان. حضرنا من بيت جالة، من بيت لحم، من مهد المسيح عليه السلام إلى القدس لزيارة ستنا مريم عليه السلام. طبعا حضرنا سيرا على الأقدام، وصلنا زرنا الكنيسة وطلبنا من ستنا مريم تتشفع فينا عند ربنا ومخلصنا إلهنا يسوع المسيح، عم السلام والخير والمحبة والتوائم بين جميع شعوب العالم. كتير انبسطت، شعور كتير حلو، حتى ابني كتير تعب، كنت أقول له دائما كرمال العذراء بدنا نمشي. العذراء كتير يعني هي شايفتك قديش أنت تعبان، هي بتساعدك امشي، وأنا كتير مبسوطة إنه أنا جيت. شعور كتير حلو، فرح، سلام، وأول مرة بدخل الكنيسة، كتير أنا كمان مبسوطة إنه دخلت كنيسة العذراء. بتمنى يعني اللي مش قادرين يجي يقدر يوصلوا ويجي يشوفوا هالكنيسة وكنيسة العذراء. بكفي الواحد يدخل جوا الكنيسة قديش بشعر بسلام، سلام داخلي، وبصلي لأولاده. مبسوطين إنه وصلنا هون اليوم، مشي من بيت لحم حوالي 3 ساعات ونص من الصبح، طلعنا من الساعة 3 من بيت لحم، ونشكر الله وصلنا المقام وزرنا، وربنا يرضى علينا ويرضى على الجميع، وإن شاء الله بحل السلام على هاي البلاد ونصير نقدر نيجي بدون عوائق على الطريق. فهذا التقليد امتد على مدار السنوات السابقة، والذي يميزه المحبة والرجاء والتضرع لأمنا مريم العذراء التي بميلادها حفظت البتولية وفي رقادها ما أهملت العالم. فيا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة الرقاد القدس. تحت رعاية سيادة المطران بشار وردة رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية، انطلقت في الجامعة الكاثوليكية في العراق فعاليات الشبيبة المركزية لأبرشية أربيل الكلدانية تحت شعار شركة ومشاركة من أجل كنيسة سينودوسية. شارك في اللقاء أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف المحافظات في أكبر تجمع للشبيبة المسيحية في العراق، وتضمنت الفعاليات كلمة للمطران وردة ومحاضرة بعنوان مفهوم السينودوس، قدمها الأب شربل شدياق القادم من لبنان، إضافة إلى أمسيات شعبية قدمها الآباء الكهنة والرهبان المرافقون للشبيبة. حضر الفعاليات عدد من المطارنة والآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات دينية ورسمية وشعبية.
تكريما لرئيسه السابق، افتتح النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان الصالة الرياضية التي تم تسميتها باسم المرحوم فوزي شنودة. حضر الاحتفال الايكونومست الدكتور إبراهيم دبور ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وعائلة وأصدقاء المرحوم شنودة. وألقى رئيس النادي الأستاذ إيليا وكيلة كلمة أشاد فيها بمناقب الفقيد وقرار هيئة النادي بالموافقة على تسمية الصالة باسمه تقديراً لجهوده وخدماته طوال الفترة السابقة. كما ألقت زوجة المرحوم السيدة نهى شنودة كلمة شكرت فيها النادي على مبادرته بهذا التكريم وقرار تسمية الصالة باسم المرحوم شنودة. وخلال الاحتفال شهد الحضور عرضاً لفيلم يوثق حياة ومسيرة الفقيد. حقيقة أنه فوزي كان يعني روحه وعقله النادي، يخدمه بعينيه، يجي مفروض بالنهار إن ما جاش مرتين يجي ثلاثة، لازم يجي يتفقد المرافق، المسابح، المطابخ، القاعات، الملاعب، ما يخلي إشي. فكان كأنه بيته، شاعر إنه بيته، يخدمه بكل إخلاص بكل محبة وبكل النشاطات كلها لازم يحضرها، من نشاطات رياضية باسكتبول سباحة كذا كله كان، فكان يعتبره إنه بيته الثاني ويقضي فيه بجوز قد بيت البيت عندنا أو أكثر شوي كمان. وهو رئيس للنادي توعك شوي وبطل يقدر يجي، يعني أجا عدة مرات بس بعدها ما قدر يجي، بس ضلوا روحه وعقله معلق بالنادي. فعشان هيك كنا حابين إنه يضل اسمه على مرفق من مرافق النادي، والنادي الهيئة الإدارية برئاسة الأخ إيليا كرموه إنه بإطلاق اسمه على الأورثو جيم اللي هو مرفق كبير ومهم وعند مدخل النادي. إن شاء الله الله يعطينا الصحة ونقدر نتابع مسيرته ونخدم، يعني أنا والبنات والنسايب والأحفاد كلهم، لأنه هذا زي ما حكى أبونا إنه النادي ملك للكل، لكل الوطن بغض النظر لا في دين ولا سياسة ولا، لكل الوطن. أنا بالتالي بشكر نور سات الأردن اللي دايما سباقة إنها تغطي هيك أحداث. فوزي كان من أول الداعمين إلها وكان يحب نور سات الأردن وكان يدعيهم لاحتفالات عيد الصليب زي الفيلم اللي حطوه. فإن شاء الله الله يقويكم وتضلوا ماشيين إلى الأمام برئاسة السيدة باسمة وبهمتكم أنتوا يا شباب يخليلنا إياكم. مرحوم فوزي شنودة كان من كبار المؤسسين في النادي الأرثوذكسي وبدأ من 1957 في النادي الأرثوذكسي، مارس عدة أعمال، أعماله عظيمة، بادرت الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي باحتضان وتدشين صالة باسم مرحوم فوزي شنودة تخليدا لذكرى وعطائه المتواصل في النادي الأرثوذكسي. وكان من أعضاء الهيئة الإدارية منذ عام 1998 وتقلد عدة مناصب منها أمين الصندوق الفخري ورئيس لجنة العضوية ورئيس اللجنة المالية وبعدها حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2004. وفي عام 2011 قدم الكثير للكثير حتى عام 2015 من خلال توليه منصب الرئيس للنادي الأرثوذكسي وأعطى الكثير، ثم استراح لطبيعة النظام الداخلي للنادي الأرثوذكسي وعاد مرة أخرى في عام 2018 لرئيسا للنادي وظل حتى مماته
عام 2020. بالفعل هو قدم الكثير الكثير وإنجازاته عظيمة في النادي وخارج النادي في كامل الجمعيات الأرثوذكسية وبالذات بناؤه لكنيسة النبي إيليا والقديسة بربرة في أبونصار. يعني ما رح أحكي عن أستاذ فوزي لأنه كان كتير يحب النورسات، كان دائما يدعي النورسات لكل الاحتفالات اللي بتصير بالنادي الأرثوذكسي، من الاحتفالات المسيحية، إضاءة شجرة الميلاد، احتفال عيد الصليب، وكان كتير يعتز ويعني كتير يفتخر بهالمحطة المسيحية، ودائما يقول إنها منارة لكل المسيحيين الموجودين بالأردن وبالشرق العربي لأنها بتنقل كلمة ربنا لكل العالم، بتعطي السلام والأمان المحبة، بتطرح مواضيع جدا رائعة ومهمة لكل المسيحيين ولكل العالم. أنا هون بس بدي أشكر النادي الأرثوذكسي لأنه كرمت إنسان آمن بالعمل التطوعي. لما نقول العمل التطوعي يعني إنسان عم بيعطي من وقته، بيعطي من خبرته، بيعطي من محبته لهالصرح اللي بعتبره صرح مسيحي عربي مشرقي، صرح يعني له تاريخ طويل في المملكة الأردنية الهاشمية، خدم كتير وخدم المسيحيين وظل منارة عبر هاي السنين لكل المسيحيين ولكل الوطن الأردن. فأنا بحيي النادي على هالبادرة الجميلة إنه سمى أحد مرافقه باسم المرحوم، وهي جدا رائعة تتشجع الآخرين أيضا على العمل التطوعي وعلى الخدمة والعطاء لأنه كلياته أكيد مذكور عند ربنا. فأنا بشكر هالعائلة الكريمة اللي أعطت وأعطت من ما وهبها الله من نعم وخيرات لخدمة المجتمع، وما شاء الله يعني شفنا أولاده وشفنا أحفاده وشفنا عائلته الكريمة اللي هذا الإرث اللي بتركه الإنسان بعد ما ماته. فربنا يباركهم ويبارك هذا الصرح ويضل منارة في وسط العاصمة عمان. وشكراً. اختتمت جمعية سكان حي جبل عمان القديم جارة فعاليات سوق جارة لموسمه 16 الذي أقيم بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى وجهات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واشتملت فعاليات السوق بالرسم على الخشب والأدوات النحاسية والتراثية والأزياء والحرف التقليدية والشعبية الأردنية. وقال نائب رئيس الجمعية خضر قواس إن السوق يكتسب سمعة دولية وحضوراً لافتاً من قبل السياح العرب والأجانب والمغتربين والمواطنين. إحنا السنة الحمد لله زي ما حكينا بعد غياب رجع سوق جارة بقوة، وكان على المشاركين من كل المحافظات وكل المملكة، وعندنا كمان عدد الزوار اللي كانوا يجوا السنة حطم زي ما نقول رقم عالي إلى 14,000 بالجمعة الواحد، يعني كل يوم جمعة السوق بيفتح من 10 إلى 10 مساء، فدخل بين 10 إلى 14,000 زائر ومعظمهم من الأجانب وعندك الخليجيين والمغتربين، فكان السوق السنة تنوع والكل الحمد لله. أهم شيء اللي موجودين بالسوق مشاركين باعوا وانبسطوا وبستنوا السنة الجاية عبين ما نفتح سوق جارة. سوق جارة يعني صحيح أنه مفخرة بإدارته وشغلهم، لأنه بعد جائحة كورونا الناس كتير كانت متشوقة لسوق جارة، وسوق جارة هو تأسس نفس السنة اللي تأسست الجمعية، ومن لما تأسس سوق جارة والجمعية وإحنا بنشتغل معاهم وما شاء الله كل شيء كويس، السنة كان ممتاز. هاي مشاركتي الثانية بسوق جارة هذا الموسم، وطبعا بعد الجائحة اللي مرق فيها الأردن الحمد لله إنه الإقبال ممتاز يعتبر، مع إنه كنا متخوفين أولها إنه ما يكون فيها الإقبال الشديد، بس نشكر الله إقبال شديد جدا. ويمكن أنا كمان في تميز بمنتجي إنه هو بدون سكر، هو معمول فلاحي بدون سكر، الإقبال عليه جدا رائع، الناس صارت متوعية لفكرة خطورة السكر في أكلنا، فصار الكل عم بيطلب منتجات صحية أكثر، وهذا بما إنه بزيت زيتون وبدون سكر كان الإقبال عليه ممتاز خلال هذا الموسم. يعني هذا السوق كنا بنستناه كتير وقطعنا شوي من جائحة كورونا، عشان هيك احنا جايين بلهفة، وحتى يعني الحمد لله رب العالمين كان سوق كتير ناجح واموره كتير كويسة
والجميع يعني كان مبسوط والحمد لله رب العالمين. تأيت مع الجهة المؤسسة لهذا السوق أن نؤسس شارع يسمى بشارع الفنانين حتى نحقق من خلال هذا الشارع وعبر فرشاتنا وألواننا الكثير من الجماليات التي قد لا تبدو للعيان ظاهرة للسائح، ولكن نحاول أن نجعلها ونجملها أكثر وأكثر. فاستغليت هذه الموهبة عن طريق الفن التشكيلي، والفن التشكيلي يعتبر هو علاقات صورية وسط مدركات الناس الحسية ليعبروا عن طريق الألوان المفاهيميات الحديثة والدلالات اللونية لعمان الجميل. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة تكميلية لموضوع الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من القس الكونان فائق حداد والأب معين الحلو والدكتور جلال فخوري والسيدة ميري حتر. وقد أثر الضيوف الحلقة بما قدموه من إرشادات ونصائح للأسر والخطاب، والتي تساعدهم على بناء علاقات زوجية مبنية على الحب والاحترام والتسامح، وتحدوا من الخلافات الأسرية بين العائلات. فإلى هناك. الهدف من الزواج وماذا يريد الله من هذا السر؟ فالآية بتقول إنه شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. أبونا، طبعا هاي رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. نعم. لما تقال في الكنيسة النساء، أول إشي لما بتطلعوا على كلمة اخضعنا بحسوها فيها عنصرية وفيها تمييز، وبقول لك هذه الآية فيها يعني تقليل من شأن المرأة، لكن هذا بدل على أنه الروح الإنجيلية والروح المسيحية مستحيل يكون فيها آيات تنزيل من شأن إنسان خلقه يسوع المسيح خلق الرب. فكيف بالأحرى أنه هذه الآية تقال من القديس بولس الرسول أنه يحط من قدر المرأة، لأنه يسوع المسيح في كل حياته على الأرض كان يرفع من شأن المرأة بداية. وكأن القديس بولس بحكي ما تعترضه، أول ما بلش الآية شو بحكي؟ شاكرين. يعني أحكي الحمد لله على هذا السيستم اللي حطه الله تعالى في كتابه. هلا من البدايه الايه بتحكي خاضعين بعضكم لبعض. نعم. الزلمه بيخضع لمرته والمره بتخضع لزلمه. قبل ما يفصل انا بسميه التقسيم الوظيفي. نعم. يعني هذا الخضوع السلطه الوظيفيه، يعني او المسؤوليه بالضبط. نعم. بالمسؤوليه، لان الرجل الشرقي تأسس عنده سر الزواج منذ أيام يسوع المسيح إلى يومنا هذا في منطقة فلسطين والأردن بلاد الشام، أن الزوج هو رأس البيت رب العائلة وهو المسؤول الأول عن المعيشة التكاليف العلاقات الاجتماعية، هو اللي بنظمها مع التوافق والتنسيق مع زوجته. الزواج أصلا هو فكرة إلهية مكللة بالنعمة،
هو من دلائل هذه النعمة استند إلى النعمة أولا قضية الإيمان. نعم. كلما كان الإنسان مؤمن كلما تقرب من الله، وبالتالي إنه تحل الهدوء والسكينة على الإنسان. نعم. هذه أول الهدوء والسكينة. إن التحدي، أي تحدي الإنسان من السماء لقبول الإرادة الإلهية، وبمعنى أكثر دقة إنه الله بيختبر الإنسان في موضوع الزواج لمعرفة مدى تحمله وصبره على مشاق الحياة ومتاعبها. جميل. ثالثا قضية الزواج هي استكمال للمفهوم الإلهي، أي أن حتى تكتمل صورة الله في ذهنه خلق هذه الوسيلة، وسيلة الزواج، إيمان على أكمل وجه في الكمال الإلهي. الزواج ككنيسة لم يتغير بالموروث، والزواج واحد في مفاهيمه الكنسية والكتابية لم يتغير شيء. أما الموروث الاجتماعي فقد تم تغيير كثير من الأمور والشؤون. نعم. الزواج في السابق نقدر نحكي هالأمثال الرائعة اللي كانوا بيستخدموها. نعم. النسب نشب، يعني بيكون معلق مع بعض الأعمام والإخوال والنسب والعائلة. نعم. اليوم بنشوف الانفراد في العلاقة والاتصال، الانقطاع عن ممكن العائلة أو العائلة الممتدة. نعم. في السابق كانت الاحتفالات الرائعة اللي ممكن يحتفلوا فيها، ما كان في إشي اسمه بمفهوم اليوم حفل الاستقبال أو الريسبشن. نعم. كانوا كل العائلات إن كان للعريس أو العروس بيعملوا هالاحتفالات في هالبيت، العمة والخالة الأخت والجارة والكل بيكون بيفرح وبيزغرت مع بعض بفرحة هالعائلة والزواج. نعم. الأسرة كان في دايما من يرعاها. نعم. خصوصا كبير العائلة إن كان من طرف الزوج أو الزوجة. هنا رسم الرب سر الزواج بقوله تبارك اسمه: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. نعم. وهذا معناه أن الروح القدس هو الذي يجمع بين الزوجين في سر مقدس. نعم. يقول بولس: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إن هذا السر العظيم، اثمروا واكتروا واملأ الأرض. نعم. وقال أيضا: أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. نعم. فعندما نقول الزواج سر مقدس، السر يسمو على أي علاقات، يعني علاقة سرية في عهد مقدس. فما كيف نعد هذه الأجيال لهذا السر المقدس؟ نعم. دكتورة، يعني إذا إحنا بدي أتعلم قيادة المركبة أنا بدي دورات، إذا بدي الكمبيوتر بدي دورات، فهل نعد هذه الأجيال لمفهوم بناء أسرة؟ نعم. يعني الزواج الهدف منه قيام أسرة على المحبة والوفاق والتفاهم، هل نعد المقبلين على الزواج إعداد سليم لمفهوم الزواج وبناء الأسرة؟ نعم. يعني للأسف، يعني أنا كناشطة في العمل العام و نعمل أحيانا بالإرشاد الأسري، يعني أجد أنه مفهوم الزواج هو مجرد المظهر، العلاقة الزوجية القائمة على العلاقة الجسدية، ولكن غرس المبادئ الروحية، البعد الروحي في الزواج غائب عن المفاهيم في كثير من الأحيان. كنت ألاحظ شغلة أن الخطاب كانوا في الأغلب يجوا على مضض، عرفتي كيف؟ نعم. يعني يحضروا دورات الإعداد للزواج على مضض. نعم. ولكن في كل مرة كنت ألاحظ أنهم في كل مرة كانوا روحوا مبسوطين. ليش؟ لأنه ببلشوا يدركوا شوي شوي أنه في أفكار غنية بتساعدهم لتأسيس حياة زوجية أكثر عمق مبنية على كلمة الله.
وفيها أبعاد عملية لحياتهم. نعم. هلا بالنسبة لي خلاصة الموضوع كله، وأنا دائما بحكي وبقول إنه الزواج المسيحي بقوم على قاعدتين. ذكرهم القديس بولس في رسالته لأهل أفسس، والقاعدتين هم إنه على الرجل أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة. وعلى المرأة أن تخضع لزوجها كما تخضع الكنيسة للمسيح. هذول القاعدتين هم الأساس في بناء أي زواج مسيحي. باعتقادي الشخصي وبخبرة متواضعة بقول لو الزوجين أدركوا هذه يعني أهمية هاتين القاعدتين وبنوا حياتهم عليها، أنا بعتقد أنه 90% على الأقل، وهذا مجرد يعني رقم تخميني، بعتقد أنه غالبية مشاكل الزواج تخلص. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يعلن تطويب البابا يوحنا بولس الأول. ولي العهد الأمير الحسين، الهجمات الإلكترونية في العالم آخذة بالتزايد. لربط الكنيسة بالوطن، البطريركية الأرثوذكسية تفتتح مدرسة جديدة في الكرك. قبول 46 ألف طالب وطالبة في الجامعات الأردنية الرسمية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.